السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا إلى الفيديوهات الجديدة التي سندرس فيها كلمات كثيرة جدا وبطريقة سهلة إن شاء الله تعالى. والآن موضوعنا هي الأسرة، وفي هذه الفيديو سوف نأخذ كثير من الكلمات المتعلقة بالأسرة. بعضكم الذين يعيشون في إسطنبول من قبل سمع كلمات كثيرة متعلقة بالأسرة، مثل يعني أن بابا كاردش. كثير منكم تعرفون هذه الكلمات، لكن لا أشك فيه أنه سترون بعض الكلمات المتعلقة بالأسرة وما سمعتم حتى الآن، وإذا كنتم سمعتم بعضها لم يستقر في ذهنكم، وإن شاء الله تعالى هذا الفيديو سيكون مفيدا جدا بإذن الله رب العالمين. والآن هيا نبدأ بأخذ هذه الكلمات. العائلة في اللغة التركية هي أيضا عائلة. نحن أخذنا منكم هذه الكلمة وهي عائلة، عائلة، وأنتم تعرفون هذه الكلمة طبعا لأنها عربية وغير ذلك. نبدأ بالنظر إلى من الأكبر في الأسرة وهو الجد. الجد هي ددة، جد، ددة، جد، ددة. وزوجة الجد هي الجدة. في اللغة العربية هناك كلمة واحدة فقط جدة، ونحن ممكن أن نقول نينة، نينة يعني جدة، لكن غالبا لا نقول فقط نينة، ونينة قل ما نستخدم. غالبا نفرق بين أم الأب وأم الأم، ونحن لنقول بابا عنا لأم الأب، فأنا عنا لأم الأم، وهكذا نفرق. وهناك كلمة جدة أيضا موجودة إذا نريد نستخدم، ولكن غالبا نقول بابا عنا أو أن أن. والآن ننظر، والجيل يستمر هكذا، يعني من جب جد. وعندما نظرنا العائلة يستمر هكذا من الجد إلى الأب هنا. إذن هذه هي الجدة، هي بابا أن 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 ديل، ليست بي أن أن، هي بابا أن لأنها أبو أم الأب. يعني نفترض في هذه الفيديو أن هذا هو الشخص الأساسي، يعني باعتباره قد أخذ أنه من الأب، من الأم، من الجد، وهذا هو جد هذا الرجل، هكذا نستمر. فهي إذن بالنسبة لهذا الرجل بابا عنه، هي ليست عنا عنه. جيد. والآن إذا نظرنا، هذا الرجل هو الأب. أب ما هي باللغة التركية؟ هي بابا، وهذه الكلمة أيضا مستخدمة من قبلكم، لكن هذه الكلمة لا يبدو عربيا، لا أعلم من أين أخذنا هذه، يجب أن ننظر فيه، لكن هي أب بابا، نحن نقول هكذا. والأم هي عنة، أم، أم، عنة، أم، عنة. وإذا نظرنا إلى إخوة الأب، هي عمة، هي هلا، عمة، هلا. شيء عجيب شوي، أنتم تقولون حالة ونحن نقول هلا للعمة، عجيب، يعني أخلطنا، دخل بعضها بعضا. لكن عمة في اللغة التركية هي هلا، وعم هو عمجة. احتمالا تأثرت اللغة التركية من العربية في هذا السياق، عم، عمجة، عمجة، عم، عمجة، عم، عمجة. والآن نظرنا إلى هذا الرجل، لكن أخذ في هذه الصور هذا الرجل باعتباره بأن يكون زوجا لهذه الامرأة. إذن أولا ننظر إلى ذلك، زوج، زوج، كلمة زوج في الحقيقة مرادفه في اللغة التركية أش، لكن للزوج والزوجة هناك كلمة خاصة نستخدمها، زوج يعني كوجا، غالبا نقول للزوج كوجا، لكن كلمة زوج يعني أيضا نقول زوج لزوج وإش، ممكن أن نستخدم الاثنين، لكن إش أيضا ممكن أن نستخدم للإمرأة أيضا إش، لكن كلمة الخاصة التي نستخدم للزوجة هي كر، كر يعني زوجة، أو ممكن أن نقول إش. وهناك شيء، كر، كر عبارة ثقيلة شوي، يعني كر أيضا معناها عجوزة في بعض السياقات، لهذا السبب كثيرا ما لا يقال، أحيانا يقال مثلا أو بنم كرم، هي زوجتي أو بنم كرم، لكن الأغلب يقول أو بنم إشم، أو بنم إشم،
هكذا نستخدمه غالبا، يعني انتبهوا إلى ذلك. كلمة كرر صحيحة ومستخدمة، لكن أحيانا قد يكون قد لا يكون جيدا أن تقول كرر. مثلا لا تقول كرر جالسنا، لا ننادي لزوجاتنا كرر، نحن نقول اشم هنم، والخطاب هكذا غالبا. هنم بكار مسن هنم خنم، يعني سوف نرى ذلك هنا أيضا. هنم معناها سيدة. جيد، والآن نستمر. كره كوجا، والاثنين ممكن أن نقول إيش. جيد، وغير ذلك. الآن ننظر إلى إخوة الرجل، وهي أخت. أخ وأخت، هناك كلمة مشتركة نستخدم للأخ والأخت، وهي كارديش. وإذا نريد التفريق بين الأخ والأخت نقول للأخت كز كارديش، أخت كز كارديش. أخ هو كارديش بشكل عام، ولكن إذا نريد أن نميز بين الأخ والأخت نقول أركيك كارديش، أركيك كارديش، أركيك كارديش، كز كارديش. لكن الاثنين ممكن أن نقول كارديش فقط، وفي اللغة التركية ليس شرط أن نميز هل هو كز كارديش أو أركيك كارديش، كافي أن تقول أوبنم كارديشم مثلا. جيد، وهناك ابن عم. في الفوق رأينا هذا عم أو عمة، ما اسمه باللغة التركية؟ هي كلمة في الحقيقة أخذناها من الإنجليزية، وهو كوزان، نفسه تماما. كوزان، كوزان، نحن نقول كوزان لابن العم، ابنة العم، ابن الحالة، ابن العمة، لا فرق بينهما. لكل من ابن أخي أو أخت أبيك أو أمك، وهي كوزان، كلها كوزان. وهذا شيء سهل بالنسبة لكم، لأنه يسهل أن تستخدموا هذه العبارات بسهولة. كوزان. جيد، والآن نستمر. ولهذا الرجل ابنة. ابنة هي كز، ابنة كز، وابن أول. جيد، ابن أول، ابنة كز. وهناك زوجة ابن. زوجة ابن هي جلين. زوجة ابن وهي جلين. زوجة ابن وهي جلين. جيد، ولهما ولا أولاد، حفيدة وحفيد. ولأننا ليس في لغتنا مؤنث ولا مذكر، نحن نقول تورون، وهذه الكلمة مستخدم لكلا الحفيد والحفيدة. تورون يعني حفيد أو حفيدة. ومن بقي؟ بقي فقط زوج الابن المسكين، وهو طامات. طامات. جيد، وهكذا قد أكملنا هذه الصفحة. وهنا هي نعيد قبل أن نستمر بهذا الخط. جد ددة، جد ددة، جدة نينا، بابانا يعني أم الأب، أنانا أم الأم، أنا يعني أم، بابا يعني أب، عمة حلا، عمجة عم عمجة. جيد، هذه هي زوجة يعني كر يعني إيش، زوج كوجا يعني إيش، أخت كاردش أو كز كاردش، أخ كاردش أو أركيك كاردش، ابن ابن عم، ابنة عم هي كوزان، ابنة كز، ابن أول، زوجة ابن وهي جلن، ولهم أولاد وهم تورن، حفيد تورن، وهناك زوج ابنة وهو دامات. دامات، ودامات كلمة فارسية قد أخذنا من اللغة الفارسية. والآن هنا خط يستمر من الزوجة، ونظرا بالزوجة يعطي لك هذه الصورة. الأقرباء الذي الأسحار تقولون أظن في اللغة العربية. والآن ننظر إلى هؤلاء. حمن، حمن ما هي؟ كين بدر، ويا كين بابا، كين بدر، كين بابا، نقول هكذا. وحمات كيننا ياهو أو كين والدة، حمات كيننا ك
kayınvalide, hamun kayınpeder ev kayınbaba. Vel ana zevcetu ahin ev uhtu zevcin mahiye. Zevcetu ahin hiye yenge. Zevcetu ahin hiye yenge. Uhtu zevcin hiye baldız. Huna farkun fi el-lugati Türkiye. Zevcetu ahin hiye yenge ve zevcu ve uhtu zevcin hiye baldız. Ve el-ana zevcu uhtin mahiye hiye enişte. Zevcu uhtin hiye enişte. Ahu zevcin hiye kayın birader. La tensu en tumeyyizu beynehuma. Yani kayın birader, ahu zevc ve zevcu uht hiye enişte. Ceyyid. Vel ana men ebnauhum ibnetu ah ev ibnetu uht. Hum yan. Ve huna eydan ibnu أخٍ أو ابن أختٍ هي يان، ونحن في اللغة التركية لا نميز بين أن يكون ابن أو ابنة، نحن نقول لكل هذه الأشياء يان، يعني مثلاً لك أخ وله ولد وهو يان، senin yeğenin يان، أو يعني أخت له وهو يان، ولك أخت وله ولد هي أو هو أيضاً يان، ولا نميز بين جنسيته بين أن يكون مذكرا أو مؤنثا. جيد. وهكذا قد أكملنا الأسر وغير ذلك. هناك بعض الكلمات المتعلقة بالأسرة، والآن ننظر إلى هذه الكلمات المتعلقة بالأسرة. أقارب، أقارب، أقربالار، المفرد يعني هو قريب، أقرباء. جيد. جمعها أقربالار. أقارب هي أقربالار. و جيل كلمة جيدة وهي نسل. نسل نسل جيل نسل. و أطفال مفرده طفل çocuk. جمعها çocuklar. أطفال çocuklar. والدان والدان أن بابا. أو نحن نقول أبوين. أن بابا أو أبوين. أبوين كلمة قديمة، بعض الشيء كنا نستخدم أثناء الدولة العثمانية، لكن الآن أيضا بعض الناس يعرفون ويستخدمون هذه الكلمة أبوين أو أنا بابا. أحفاد، أحفاد تورونلار. جد وجدة يعني بيوك أن ددفننا. لا أعلم هل داعي لأن نكتب هذه الكلمة، لن أكتب. خال ضي وخالة تيزة. خالة تيزة زوجة الأب. أبي أنا. وزوج الأم أبي بابا. جيد. والأنا رفيق، رفيقة. جيد. هذه هي الكلمة إيش التي كنت أحاول أن أشرح لكم. هي إيش بمعنى رفيق أو رفيقة، ونحن نستخدم كثيرا هذه الكلمة. وتبأم هي إكز. تبأم إكز. وفي هذه الصفحة غير الأسر نرى مراحل في حياة الإنسان، وهذا متعلق بالأسرة. يعني في كل مرحلة من مراحل حياتك تكبر في أسرتك، كل هؤلاء في الأسرة له مقام. ولهذا السبب باختصار نكتب إن شاء الله. رضيع وطفل. رضيع ببك. رضيع ببك. طفل طفل چوجوك. وبلد هي أيضا چوجوك. نحن لا نميز كثيرا في سن هذا، يعني طفل صغير طفل كبير ولد، لا نميز، وكلاهما çocuk. وبنت هي kız. بنت kız. مراهق. مراهق ما هي مراهق؟ هي ergen. مراهق.
بالغون يعني يتشكن، بالغون يتشكن. رجل أدم، وامرأة كدن. جيد، والآن ما رأيكم في أن نعيد الكلمات في هذه الصفحة؟ وهي الآن نبدأ بهذا: أقارب أكرابالر، جيل نسل، والدان أبوين أو أنا بابا، أطفال çocuklar، أحفاد torunlar، خال dayı، خالة teyze، زوجة الأب üvey anne، زوج الأم üvey baba، رفيق رفيقة eş، توأم ikiz. والآن ننظر إلى ذلك: حم كاين بابا أو كاين بدر، حمات كاينانا أو كاين والدة، زوجة أخ ينجة، أخت زوج هي بالدز، زوج أخت أنشتة، أخ زوج كاين برادر. وإذا كان لهم أولاد اسمه يان، يان. جيد. ورضيع هي ببك، طفل çocuk، ولد أيضا çocuk، بنت kız، مراهق ergen، بالغ yetişkin، رجل adam، امرأة kadın، وغير ذلك. فقط بقي سيدة hanım أو hanım efendi، أو ممكن أن نقول bayan. كل هذه الأسماء الثلاثة ممكن أن تستخدم بمعنى سيدة، وسيد باي، أو ممكن أن نقول باي لكن لا نستخدم كثيرا هذا، نقول فقط باي باي. وآنسة كلمة معناه جنج كز، لكن في الخطابات لا نستخدم كثيرا. مثلا أحيانا أنتم تقولون آنسة فلان، لكن نحن لا نستخدم مثل أن يكون في الإنجليزية أو في العربية، فقط نقول هذا معناه جنشكز، لكن لا تستخدم هذا في الخطابات، لا داعي له. وبهذا الشكل قد أكملنا، قد أعطينا لكم تقريبا كل الكلمات المتعلقة بالأسرة، وأتمنى لكم أن تستفيدوا من هذه الفيديوهات، نراكم إن شاء الله تعالى في الفيديوهات القادمة. فلا تنسوا أن تحفظوا وتراجعوا كل هذه الكلمات مرارا وتكرارا. ونراكم، جزاكم الله خيرا.